وميسي باللوك الجديد، ميسي ما بعد كورونا. كانوا ميسي 2005 2006 باللوك هذا، ولو كان وقتها الشعر اطول لما اكتشفناه في مونديال هولندا 2005 علقت عليه واذكر ما قلته، قلت سيكون هذا الفيوتشر نمبر 1 في الكره العالميه. لعب الكره ممتازه، يطلب الكره امتياز الاقتناص حتى قدامه بصدره، يلعب الكره بيمينه، يرجع الكره في يساره ليونيل ميسي امامك ليونيل، يمشي الارجنتيني الكابيتانو. ولكن لا تصور كله كلام فاضي انه ميسي هو لن يغادر برشلونه، هو لن يغادر برشلونه. لو اراد المغادره لسنوات خلت وتلت وكانت سابقه غادر فيها ليونيل الكورد ميسي. ميسي بالنسبه لي برشلونه هي حياته، والعكس صحيح. يعرف أن جمهور برشلونه من لن يسمح وما يسمحش لاي رئيس ان يضيع الاسطوره الرمز برشلونه، رئيسها ميسي بدون رئاسه واقعيه وبدون مواطنه كتالونيه. ميسي هو البرسا والبرسا هو ميسي، هكذا يعني في سنوات 2006 الفوق اخر 15 20 سنه هذا هو الواقع. اوبا ميسي مر، اوبا ميسي عدي، اوبا ميسي بنيو لوك، اوبا ميسي بذكريات الشباب. شوف الجريه لا يستسلم، شوف ميسي والباس يا معلم، هذه حرير، هذه حرير، هذه من بلاد الحرير. حط الكرة ذهبية، العب كرة بقدم ميسية. يا عازف يا عازف، لو كنت موسيقي فانت اكبر العازفين، ولو كنت نحات انت احلى الرسامين، ولو كنت مهندس انت اعرق المهندسين، وانت لانك لاعب انت سيد اللاعبين، ولو كنت في عالم الفلاحة والحصاد والزراعة لكنت خير المزارعين. ليو ميسي عدي ويحاول التصويب، ليو 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 جول جول، يلعب يا سيد اللاعبين، احكم باحكام يا نجم الارجنتين ليو ميسي السادة، متعة العين سلطان كل السنتين.